السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. أول حاجة إن شاء الله في فيديو عندنا هينزل النهاردة إن شاء الله، آراء الصف الأول الثانوي عن امتحان اللغة العربية أولى ثانوي الترم الأول النهاردة. طبعا في آراء كتير جدا، أنا محضر لكم آراء كتير، بس النهاردة هنقدم لكم دلوقتي هنقدم النموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة العربية أولى ثانوي الترم الأول. هنشوف مع بعض الامتحان ونشوف الإجابات اللي نزلت أو النموذج التقويمي لهذا الامتحان. قبل كل شيء انتوا كلكم ناجحين، قبل كل حاجه كلكم ناجحين. امتحان تجريبي يا جماعه، هنشوف الاراء كتير جدا في الفيديو القادم ان شاء الله، بس هنشوف الاول الامتحان وما تشيلوش هم، ما تشيلوش هم كتير الا اما نبقى عاوزين نجرب نفسنا ايه اللي هيحصل في الامتحانات القادمه. هنشوف مع بعض الامتحان ده النموذج الاجابه، هنشوف مع بعض بقى الامتحان مع بعض كده، نجيب الامتحان من اوله ونشوف الدنيا فيها ايه برضو عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. امتحان الصف الاول الثانوي من الامتحانات اللي لسه جديده، بعض الامتحان ده كان نموذج اهو الصف الاول الثانوي، امتحان تجريب ماده اللغه العربيه. ده الامتحان، ما علاقه مقوله صدق الحديث والوفاء بالعهد بما قبلها في الفقره الثانيه. طبعا ده الامتحان اهو يا جماعه، تمام. شوف كده الورق اللي بعد كده، اهو هنجيب برضو نموذج الاجابه عشان برضو كل واحد يبقى عارف هو عامل ايه، وبنطمن الناس كلها ان الامتحان ما هو الا تجريبي فقط لا غير. هو في ناس كتير جدا صدمت بالامتحان ده، هنشوف اراء الطلبه في الفيديو القادم ان شاء الله. انتظروا الفيديو النهارده ان شاء الله في كل الاراء، اللي قال حلو اللي قال وحش هنشوف الاراء كلها. اهو يا جماعه شايفين دي برضو هنجيبها لكم من كل المواقع، يعني كله الامتحانات اهي. ده الامتحان وانتوا قيموا الامتحان ده، انتوا قيموا نفسكم بنفسكم. انا عايز كل الطلبه تقيم نفسها بنفسها وتشوف هتعمل ايه في بقيه الامتحانات القادمه، ويا ترى الاوبن بوك ده نافع ولا لا. شايفين
ده بداية الامتحان اهوت، دي الورقة البداية. اسف هتكون راس الامتحان 16 رغم كانوا قايلين 18، وفي بعض الناس قالوا 13. صورة تانية للامتحان اهو. اي صور نزلت الامتحان اللي حطيتها لكم في الفيديو ده. دي بعض الاجابات، امتحان بالاجابات بتاعته. على اللي احنا بندخلنا الامتحان يا جماعه عرفنا الدنيا ماشيه ازاي، وعرفتم المواد هتبقى ازاي، وعرفتم نظام السنوات الجديد هيبقى عامل ازاي. فهم اهو، انت دخلتوا بالكتاب عرفتوا تطلعوا حاجه. كتير جدا قال لي ما عرفناش نطلع حاجه، في ناس كتير عرفت تطلع حاجه، الادب مثلا، في ناس تقول لك النحو كويس. هنشوف الاراء دي كلها في الفيديو القادم ان شاء الله. في الفيديو القادم هتلاقوا كل اللي انتوا عاوزينه الاراء. في ناس كتير بتشيد بالامتحان ده، وفي ناس كتير جدا قالت على الامتحان ده الفاظ كتير مش كويسه. اكتب مقالا، ده نموذج إجابة اهوت. انا مستني رايكم في الامتحان ده، ضروري شوفوا رايكم ايه في الامتحان ده. ودي نموذج تاني اهو، مفتاح تقدير درجات اختبار اللغه العربيه للصف الاول الثانوي فصل دراسي الاول اهو. هنا الدرجات كمان.
انا برضو جايب لكم نموذج تاني من موقع مدرستي، يعني موقع مدرسه التعليم، النموذج الرسمي اللي جابت امتحان اللغه العربيه اهو بالتقييم، نفس اللي احنا عرضناه عشان يبقى ايه كل المستندات قدامكم اهو يا جماعه. استاذ صابر محمد جزاه الله خيرا، ودي النسخه اللي احنا لسه عرضناها من شويه، بس بايه عشان يبقى كده كل حد او كل واحد من اجيال اندلس او كل مشاهدينا ومتابعينا يبقى كده على ثقة اللي كل حاجة احنا جبناها في كل المواقع، سيبنا لكوش حاجة لما جبناها في الفيديو ده. اشترك في قناة اجيال اندلس حتى يصلك كل جديد ان شاء الله، وانتظرونا في الفيديو القادم اراء اولى ثانوي، طلاب اولى ثانوي في امتحان اللغة العربية، وربنا يوفقكم في اللي جاي ان شاء الله. في امان الله. كان معكم اسامة رزم مؤسس اجيال الاندلس. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.